بِيَدِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنت في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع حلقة جديدة من البيوت الآمنة. أمن الله بيوتنا بالخير وطرد عنها شياطين الإنس والجن ووفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. أحبتي في الله، الرفق، الرفق هو الذي يجعل الكلام من طرف إلى طرف يتوغل ويتغلغل داخل النفس الإنسانية ويصير الأمر قناعة لا اقتناعا. أنا أقتنع هذا أمر من قناعة من داخلي، أما أن تقنعني بلي الذراع وبالتدبيج بالكلام وباللف والدوران فربما أقتنع اليوم لكن غدا ليست عندي قناعة. أنا أريد أن يأخذ الإنسان كلام أخي أو كلام الطرف الآخر، بالذات إن كان بين زوج وزوجة أو أخ وأخيه أو أخت وأخيها أو أسرة تحت سقف واحد، أن يصير الأمر قناعة ثم يأتي الاقتناع، بس ولكن في الأساس أرض القناعة موجودة فتثمر خيرا كبيرا. لو أردنا أن نتوغل في ونحن منذ عدة حلقات نتكلم عن اختلاف الطبائع بين الرجل والمرأة، ولماذا لا يقتنع الزوج بكلام زوجته، ولماذا لا تقنع أو لا تستطيع الزوجة أن تقنع الزوجة بوجهة نظرها، لأنني أريد وأنا أتكلم أنه يجب أن يقتنع الطرف الآخر. هذه كارثة، يجب، هذه لا تكون إلا في الأوامر الشرعية، أما في الأفكار وتلاقح الأفكار والرأي الآخر، يعني حتى في طريقة التعليم وطريقة التهذيب. عبد الله بن المبارك هذا الرجل الولي الصالح الحبر العلامة الفهامة صديق أبي حنيفة، جلس بجواره رجل أعرابي قح فعطس الرجل. الإمام عبد الله بن المبارك يعني يريد أن يعلم الرجل بأدب لكن لا يريد أن يجرح مشاعره. لما عطس الرجل لم يقل الحمد لله، فتبسم عبد الله بن المبارك وقال: من عطس ماذا يقول؟ قال الرجل: يقول الحمد لله. قال: أرحمك الله. إذن هذا طريقة لطيفة، لكن فيه ناس يا أخي أنت لا تدري، أنت جاهل لهذه الدرجة، أنت لا تعرف أن الإنسان عندما يعطس أبدا. فبهذا الأسلوب البسيط يستطيع الإنسان أن يقنع من أمامه، ولا بد من الإقناع بعدم ارتفاع الصوت. نحن إذا ضعفت حجتنا علت أصواتنا، نحن نريد أن نقنع الناس بالصوت الخفيض الهادئ وبالأسلوب المنطقي البين. جاء رجل ضيف في البادية ويمر، فقال: رأيت عجبا، رأيت رجلا متجهما وبعض من البعران وقد نفقت، يعني شوية جمال ميتة، وبعير هزيل واقف، وعبد مربوط مقيد إلى خيمة، إلى يعني عمود خيمة. فتعجبت، فبادرني العبد وقال قبل أن يراني سيده: يا هذا أنت ضيف، والضيف شفاعته مقبولة، اشفع لي عند سيدي حتى يفك وثاقي. فإذا بصاحب الإبل والخيام جاء، مرحبا بالرجل، مرحبا بالضيف، فقدم لي طعاما. قال: والله لا أكل طعاما حتى تشفع أو تشفعني في هذا الغلام. قال: والله هذا الغلام له قصة. ما قصته؟ قال: هو له صوت جميل، صوت جميل جدا، يحدو بجوار الإبل، فجعلها تسير يوما بليلة ثلاثة أيام متتالية دون أن ترتاح لجمال الصوت. كلما غنى وغال صوت جميل حداء بالإبل، الإبل تسرع حتى هلكت عن بكرة أبيها، ما بقي إلا هذا البعير الهزيل، ولكن لشفاعتك سوف أهبه لك. فسبحان الله العظيم. فقال الضيف: فلما أكلت ووهب العبد لي سرنا سويا، فقلت له: يا بني أسمعني صوتك. فقال: يعني انا احذرك. قال: لما تحذرني؟ صوتك جميل، اسمعني صوتك.
فظل الولد ينشد ويحدو للبعير الذي يركبه الضيف، قال فرأيت البعير قد رمح كالفرس حتى ألقاني على وجهي على صخرة فشج وجهي، المهم يعني جلس فطيب خاطري إلى آخره. ما المدلول في القصة؟ حتى الحيوانات تحب الصوت الجميل، تحب الصوت الجميل، لكن الصوت الذي كان هيق والعياذ بالله لأن أبغض الأصوات يعني لصوت الحمير، فهذا سيء أن الغاضب يرفع صوته والمرأة ترفع صوتها والولد يرفع صوت. الرفق ما دخل في شيء إلا 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 زنا. النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل أعرابي وبعدين يلح عليه في مسألة، والرسول لم يخض المسألة له لأنها ليست في طاقتي في هذا الوقت، ويقول له الحبيب أبشر. ففي مرة قال له أبشر، قال يعني أكثرت من أبشر هذه يا محمد. عربي قح كلام كثير يعني سبحان الله. واخر جنب النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري وبلال بن رباح، فقال أبشرا، فقال قبلنا البشرى يا رسول الله. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من الماء ثم أعطاه لهما وقال امسحا وجهيكما ونحريكما وصب الماء عليكما صبا وأبشرا بما عند الله عز وجل. قال استبشرنا يا رسول الله. أم سلمة في الخيمة على بعد تسمع، فتقول يا أبا موسى يا بلال إياكم أن تنسوا أمكم، يعني أمكم أم سلمة تحتاج إلى شيء من هذه البركة. فأخذ فدعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بخير. أولا ما أغضب الأعرابي، يعني لم يغضب الأعرابي. ولذلك يقال أن الإنسان في حسن عرضه للمسألة يستطيع أن يحتل القلوب أو أن يتوغل ويتغلغل داخل القلوب. يقال أن اثنين يعني من الأصحاب تقدموا لخطبة بنتين عند رجل، فواحدة صغرى والثانية كبرى أكبر يعني. فقال أحدهما للآخر أنا أتزوج الصغرى وأنت تتزوج الكبرى. الآخر هذا الذي يسمع صلب عقله مغلق، قال لا أنا الذي أتزوج الصغرى وأنت الذي تتزوج الكبرى. ويعرف صاحبه أن هذا عنيد، فقال له برفق طيب جميل أنا وافقت، أنت تتزوج الصغرى وأنا أتزوج الأصغر. قال قبلت. بالله عليك ماذا قبله؟ قبل رأيه الأول، المهم يعني حسن العرض، أنا عايز حسن الأسلوب في العرض، يعني الإنسان سبحان الله العظيم يعني تغيير أسلوب الكلام هذا أمر مهم سبحان الله. تغير الأسلوب وتعلم دون أن تجرح، وتجرح دون أن تسيل دما. أبو يوسف كان التلميذ الأعظم لأبي حنيفة، كان يتيما وكان يحتجب عن درس أبي حنيفة. أبو حنيفة سأل عنه لأنه ولد نبيع في العشر سنوات لكن يحفظ ما يقوله الإمام الأعظم. فماذا صنع أبو حنيفة؟ سأل عليه، وجد أنه يذهب إلى السوق يعمل بدرهمين في اليوم، ولأنه العائل الوحيد لأمه. فقال لأمه كم تعطيه كم يكسب في اليوم؟ قالت درهمين. قال خلاص أنا أعطيك الدرهمين كل يوم وفرغي أبا يوسف للتعلم عندي. أبو يوسف ظل سنوات عند أبي حنيفة معذرة. فمرض أبو يوسف مرة فذهب أبو حنيفة لزيارته، فعاد باكيا قال آه يا أبا يوسف كنت أدخرك لأن تعلم الناس من بعدي. وعاد أبو حنيفة إلى مجلسه، واحد من المريدين نقل الكلمة لأبي يوسف، قال ألا تعلم ما قال الإمام؟ قال لا. قال هذا كان يعدك أن تجلس مكانه في الدرس. أبو يوسف أول ما عوفي راح عمل حلقة أبو حنيفة عند القبلة عند في مسجد الكوفة، وأبو يوسف عمل درس في الحلقة في آخر المسجد. أبو حنيفة يقول من هذا الذي يدرس؟ قالوا هذا أبو يوسف. أبو حنيفة يرى أن تلميذه ما نضج بعد حتى يدرس، مش كل واحد منا يحفظ آية ويسمع شريط كاسيت لعالم، ولا يقرأ كتاب، ولا واحدة حفظت جزء من البقرة صارت مفتية وعالمة ومفتئتة، لا يعني احنا نريد يعني أن نكون راسخين في العلم. المهم أبو حنيفة ماذا يصنع مع هذا الموقف؟ كيف يقنع تلميذه أنه لم يحن له أن يدرس؟ فدس عليه تلميذا من التلاميذ، قال له إذ اسأل أبا يوسف أن رجلا ذهب بثوبه إلى القصار اللي هو الخياط يعني، فيقصر له ثوبه، ذهب للحائك الخياط عشان يقصر إيه؟ ثوب له. فأنكر بعد يومين الحائك الثوب كله أن يعيده إلى صاحبه. هل يستحق؟ واكتشف الأمر بعد ذلك، هل يستحق
هذا الحائق أجرة تقصيره أم لا يستحق؟ إن قال يستحق كله أخطأت، وإن قال يستحق كله أخطأت. فالمهم راح التلميذ قاعد كده وسط في الحلقة أبو يوسف، قال له يا أبا يوسف، واحد ذهب بثوب له يقصره عند الحائق عند الخياط، فاغتصب الحائق الثوب وأنكره، فذهب به إلى القاضي فوجدوا الثوب عنده، هل يستحق أجرة أم لا يستحق؟ قال لا، لا يستحق. قال لو أخطأت؟ قال إنه يستحق. قال لا أخطأت. قال من صاحب السؤال؟ قال هذا صاحب الحلقة أبو حنيفة الإمام. ذهب أبو يوسف إلى أبي حنيفة فجلس حتى انتهى أبو حنيفة من درسه. قال يا إمام، أبو يوسف يسأل شيخ الحقيقة، هذه المسألة التي تعرف، يعني ما فهم من الذي سأل، هل يستحق أم لا يستحق؟ قال أبو حنيفة، إن كان قد قصرها، قصر الثوب في مستوى أو ما يماثل أو ما يعني ما يناسب صاحب الثوب فهو يستحق، وإن كان قصره على مقاسه هو، يعني على قده هو كحائط، فهو لا يستحق، لأنه كده اغتصب الثوب وخرب فيه، فلا يستحق إيه أجرته. فوصلت الرسالة إلى أبي يوسف، يا أبا يوسف إلزم مكانك، وصار يتعلم ويتعلم بين يدي أبي حنيفة حتى مات أبو حنيفة، فبدأ أبو يوسف في الإيه في الإفتاء. ما الذي نقص من أبي حنيفة عندما وعظ، يعني سبحان الله، وعظ يعني تلميذه بهذه المعظة الهادئة؟ نحن لا نجيد المعظة الهادئة، نحن ندخل إلى البيت إذا أخطأت الزوجة وكم تخطئ، وإذا أخطأ الزوج وكم يخطئ، وكلنا خطائين، كل انا وانت وانت وكلنا عامل الشاشه اللي معي في الاستوديو اللي في اللي وراء الكاميرا، كلنا خطائين، ما لا معصوم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نطلب العصمه في الناس، ونحن سبحان الله العظيم يعني ده حتى ده احنا غير معصومين في الالفاظ. يقول لك ورايت في الطريق امراه منقبه، يعني امراه منقبه؟ منقبه عن مخرمه، لا هي منتقبه، يعني حتى بالالفاظ نحن لا نقول كلاما. يقول والله وامسكوا فلان بتهمه حيازه المخدرات، المخدرات جمع مخدره، والمخدره اللي المحجبه، يعني ضبطوه مع شويه مخدرات، يقول ضبطوه مع المخدرات، يا عم المخدرات، حتى في الالفاظ، يعني الفاظنا سيئه، الفاظنا غير عربيه، الفاظنا في عرضها نحن سبحان الله، اذا اردنا ان نقنع الاخر فنريد ان نقنعه بالاوامر والنواهي، لا لا يقنع، ده بالعكس بالعكس. لذلك انا افرح لابنائنا عندما يسالون. لذلك فيه ناس ليس عندها رفق في عرض المسائل، مثلا انت عندك سيارة وبعتها، فذهبت في اليوم التالي من غير سيارة الى العمل، سألت صاحبه خلاص انتهيت من البيع، اين سيارتك؟ والله يعني بعتها. لماذا يا رجل؟ انت لو اخبرتني ان كنت جبت لك سعر. يا عم الرجل باع وانتهى الموضوع، لا تشككوا في المسألة وتخليه يقول يا ترى انا كنت كسبت 3000 كان افضل، كسبت 5000، يا عم لا اله الا الله. طب لماذا تعكر على الناس صفوها؟ يا رجل الرجل باع وانتهى. يقول يا سلام لو خبرتني، سبحان الله العظيم. حتى ان بعض الناس في مزاحهم مع، يعني سبحان الله العظيم، غضب زوج من زوجتي لانها مازحته بطريقة سيئة سمعتها من اخت لها ثقيلة الظل هي واختها. اول ما دخل الرجل فيقول له والله يا ابو فلان انت تستاهل كفين، وسكتت. الرجل ذحل، رجل عربي، زوجته تقول له تستاهل كفين، يرتفعان الى السماء بالدعاء لك. يا سلام على ثقلة الظل في الهزار وفي السخافة، دي مش نكتة، دي يعني اشياء تجرح سبحان الله. يعني كان في استاذنا له تلميذ ثقيل الظل ايضا، لما سمع احدهم يعطس قال لعنك الله وسكت، فزميله ارتاح، يا ابليس وانت يا فلان رحمك الله، بالله عليك هل هذا هزار؟ هذه ثقل الظل، هذه سخافه، هذا غباء. فاحيانا نحن في بيوتنا نعرض الاسلوب حتى في الابتسامه بهذا المنطق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان استاذا في فن الاقناع، كان يقنع. لما جاءه شاب يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ لعمتك؟ لخالتك؟ قال لا يا رسول الله. قال هكذا الناس لا يرضونه، لا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا ليه؟ لأن دخلوا من طريق الإيه؟ الإقناع، من باب الغيرة العربية، من باب أن إيه؟ أن سبحان الله العظيم، من باب المنطق سبحان الله العظيم. أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسر في بدر
وفدته زينب بعقد كانت اخذته من امها خديجه واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وافك اسره يعني واعاد الى، ولكن قال ارسل الي زينب. فزينب رضي الله عنها كانت حامل، فلما ابو العاص خاف ان يخرج في يعني في ضحى اليوم امام الناس، فبعت اخاه كنانه يمسك بخطام الناقه، وهناك بعد خارج مكه بمده قبل الحديبيه بتاع 10 كيلو كده تقريبا ينتظرها زيد بن حارثه ورجل من الانصار عشان ياخذوه الى ابيها صلى الله عليه وسلم. وبعدين فلما خرجوا قريش بدات ايه، كان لسه بعد غزوه احد وبعد غزوه احد بعد غزوه بدر والقريش مات منها الكثير وقتل منها الكثير واسر منها، فلسه الجراحات منتظره. هند بنت عتبه دخلت عليها: يا زينب الا تريدين شيئا تحملينه الى ابيك؟ المراه تعرف ما عند المراه. ففي حلم عند هند وفي خير ايضا، وما كانت ما زالت على كفرها. ابو سفيان لما علم ان قريش خرجت لكنانه وارادت ان توقف المسيره والا تسافر زينب لتلحق بابيها، ويعني نثر كنانه سهامه واستعد وقال: ان اقترب منكم واحد لقتلته. فوقف كلانا، لا هو يستطيع الخروج بزينب ولا يستطيع القوم ان يقتربوا من زينب. في المهم يعني روعوا بعيرها فسقطت على الارض فاشهدت ما في بطنها، وكان واحد اسمه هبار بن الاسود. وعند اجهاض زينب رضي الله عنها نتوقف قليلا لنلتقط انفاسنا ثم نعود لهذه القصه ونرى كيف يصنع الهدوء والرفق ما لا يفعله الغضب ولا العنف. كونوا معنا بعد الفصل ان شاء الله. مرحبا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ومع البيوت الآمنة وفن الإقناع ثم الاقتناع وليس إجبار الطرف الآخر على أن أقنعه في حواري وكأنني آتي له بكتاب منزل أو آيات من الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكنها تلقح أفكار، فلا بد أن أعرض ما عندي. وبعدين إن شاء الله رب العالمين ربنا يقنع من أمامي. نعود إلى زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقعت على الأرض، يعني استاء العرب القرشيون من هذا المنظر، أن يعني يعملوا هذا مع امرأة عزلاء هي وأخو زوجها حتى تعود إلى أبيها. لحق بالقوم أبو سفيان. أبو سفيان كان رجل زعيم وداهية سياسي. قال: يا كنانة يا ابن أبي العاص، خرجت ببنت محمد أمام الناس فيستشعروا بهذا هوان بعدما حدث لهم في بدر، يعني بعدما حدث القتل وقتل 70 وأسر 70، ويعني هذا منظر أمام الصناديد العرب، كأن أنت تذلهم بإخراج بنت محمد إلى أبيها، وكأنها زيادة نكاية بعد المعركة وهزيمة القرشيين والمشركين في بلد. يعني نحن لا نريد أن نمنعها، يعني نحن لا نريد أن نمنع يعني ما لنا حاجة في منعها عن أبيها، وليس بيننا وبينها إرث، ما فيش ميراث بيننا وبينها عشان نمنعها، فانتظر حتى يهدأ القوم ثم اخرج بها. بعد أيام هدأت الثائرة وخرج ليلا وسلم زينب رضي الله عنها إلى زيد بن حارثة والأنصار الذي أخذاها معززة مكرمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التصرف من أبو سفيان بهذا المنطق. يقال أن في القصص الذي نسمعه كثيرا أخ استلف من أخ له كتاب، وبعد مدة أرجعه والكتاب رائحته يعني رائحة أكل وطعام يعني، فكان الرجل وضع لي أكل وضع جنب الأكل غطس الكتاب في طبع. فسكت صاحب الكتاب أدبا، يعني كيف أوعظه؟ فجاء هذا المقترض يقترض كتابا مرة أخرى، يستعير كتاب مرة أخرى، فجاء صاحب المكتبة أو صاحب الكتب وضع الكتاب في طبق، قال له: تفضل. قال له: الله، طب الكتاب وفهمته، ما علاقة الطبق؟ قال له: لا، هذا الكتاب للقراءة وهذا الطبق للأكل، بس وصل الرسالة بأدب. حتى من اللطائف التي يصنعها بعض الأزواج مع الزوجات، زوج، وهذه يمكن أغلب الأزواج يعني هم يشاهدوننا الآن، يجي الصباح يدخل محطة البترول، يدخل يشتري جريدة، يعمل شيء، يبحث عن الفكة البسيطة لا يجدها. زوجته متخصصة، أول ما يرجع تضع إيدها في الثوب تاخذ الإيه؟ الدراهمات الصغيرة، الفكات الموجودة يعني. يقول: يا رب من يأخذ مني؟ المهم راقب المسألة
فعرف ان زوجته هي اللي ايه اللي تصنع هذا. فجيب مرة وعلق الثوب وعمل انه نايم وترك في جيبه ضفدعة. وضعت الزوجة ايتها امسك ضفدعة قفزت. تعرفين النساء ما شاء الله عليهم الشجاعة. فصرخت المرأة. وصلت رسالة مغلفة لا داعي لمد اليد الا امام الرجل. يعني ما يعني حتى هند لما اسلمت وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك افاخذ من ماله؟ قال يا هند ولكن بالمعروف. يعني هو رجل بخيل ولكن لما تحب تاخذ بالمعروف. اعود الى الطبائع المختلفة حتى يستطيع كل واحد ان يفهم مفتاح شخصية الاخر. مثلا مثال ذهبت الى اختك مثلا وانت بينك وبين زوج اختك يعني او بينك وبين اخيك يعني القلوب مش متحابة بالدرجة. هي اختك مثلا انجبت 4 بنات على الطريقة العربية فجابت الايه الخامس. الخامس ده بتعتبره ايه؟ ده البطل العالمي، ده صلاح الدين ايوبي، ده خارج يعني معتبر. فجايبه لك كده وايه شوف ما شاء الله اخوة النبي هي مبسوطة بابنها. فانت تقول ايه كويس. وبعدين تكمل شربك يا اخي اعمل انك مهتم ما شاء الله لا قوة الا بالله الله اكبر الله يبارك. كلمتين يطيبوا خطر الاخ. لكن ولا كأنك سمعت شيء سبحان الله. لو دخلت مثلا يعني الزوجه كده قامت كده قرات قصه ولا شافت اي فغيرت مثلا من تسريحه شعرها يا اخي لا تتجهم. ايه الخيبه اللي انت عاملاها في دماغك يا مؤمنه التقيه؟ بص لسنك كده اول شوف المرايه لا حول ولا قوه الا بالله. مش عارفه ايه احباط. طب بالله عليك طب لماذا تغير مره اخرى؟ فحسن يعني التقارب والاقناع يكون عن طريق هذا الادب. يا شيخ لا يعجبك شيء نافق واظهر انك معجب، او قالت نكته طرفه سبحان الله العظيم ربما يقهقه لها الشيء الجامد لطيفه لا اله الا الله. عم زي راجل انجليزي لما يسمع النكته لا اله الا الله. وربما تقول زميلتك كلمه يعني لا راحت ولا جت في المكتب يا سلام والله انت ما شاء الله يا شيخة تضحكين. انت خلي الواحد يعني كبده من الضحك لا حول ولا قوة الا بالله. يا اخي ويل للمطففين يعني ما فيش داعي.